أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة العدوان على قطاع غزة إلى نحو 112 ألف شهيد ومصاب منذ 7 أكتوبر الماضي. وفي بيان لها قالت الصحة الفلسطينية أنه سقط جراء عدوان الاحتلال منذ 7 أكتوبر 34,356 شهيدا و77,368 مصابا، مشيرة إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.